جاهزين؟ تستعجلوش. علوم والسؤال هو: ما هي وحدة قياس الطاقة التي تساوي 746 واط؟ ما هي وحدة قياس الطاقة التي تساوي 746 واط؟ أنا بسأل على اليونت. ثانيتين. جول. جول. جول بعشرين نقطة. وخدتوا 19 ثانية، يعني فكرتوا واتناقشتوا. يوسف، إجابة خاطئة. سميح السعيد، في إجابة ولا فيش إجابة؟ مفيش إجابة. مفيش إجابة. نستعد للأربع اختيارات. يا زائد 10 يا ناقص 10. أوم، الحصان، نيوتن، كلفن. مش كلفن. ثلاث ثواني. الحصان. لا، رأي إجابتك. الحصان. الحصان. يا لارا، خدتي الريسك، ومحدش ياخد الريسك بعشر نقط او بناقص عشر نقط. انتوا كام؟ عشرة. بقيتوا كام؟ عشرين. لارا، اجابة صحيحة. الحصان هي الاجابة الصحيحة. برافو عليك يا لارا. انت عارفة ليه برافو عليك؟ عشان انت فكرتي. الحقيقة السؤال ده كان محتاج حد يفكر، يعني حتى لو الإجابة مش عندك تقدري تستبعدي اختيارات وتخطفي العشر نقط. عشرين.